المشكله بتاعت الكهرباء ديت، اولا ربنا ينتقم من الظلمه عشان هم قللوا الكهرباء، قللوا الكهرباء ضعفوها جدا وغلوا اسعارها، الثلاجات بتاعتنا باظت والمكيفات باظت وكل حاجه باظت، اقول لك عشان ما يقطعش الكهرباء هنعملها هنقللها، لا ده حرام، وبتجي لنا الفواتير عاليه، الفواتير جاي لنا الفاتوره الشهر اللي فات فوق ال 200 جنيه، حرام، واحنا عندنا ايه عشان يعني ياخدوا مننا ده كله، شالوا الدعم عن الكهرباء وبيمصوا في دم الغلابه، خدوا مننا يعني الموظفين اللي بيشتغلوا في الكهرباء بياخدوا فلوس قد كده من دمنا احنا، منين حرام؟ الناس يعني عندها ايه عشان الاستهلاك ده كله؟ ياخدوا مننا فلوس قد كده، وازمات على ازمات على ازمات عماله تتراكم على كله على قلب الموظف، يعني عمالين يزودوا في الاسعار ويزودوا في الحاجه وما بيزودوش ولا تعريفه في المرتب، ده مش حرام؟ والله حرام. واحنا بنتكلم هنا في محافظه الشرقيه، محافظه الشرقيه دي محافظه كلها ازمات، المحافظ سايب الازمات دي كلها ورايح يفتتح كوافير. لما تيجي فاتوره الكهرباء 100 جنيه، طب احنا بقيه الطلبات اللي احنا هنجيبها في البيت قد ايه؟ وبعدين الاسعار بتزيد بطريقه جنونيه. وما فيش حد يعني من المسؤولين خالص بيبص مثلا لحاله الشعب، لا هم بيرفعوا اسعار زي ما يكون تجاره وسرقه وحراميه وخلاص. صراحه من يوم ما اجى السيسي ده ما شفناش خير خالص. خربها. احنا في وقت احنا ما رضيناش ندفع فيه فاتوره الكهرباء لان مش معانا، بعد شهرين بنبص لقيتهم جم وقطعوا السلك بتاع الكهرباء علينا. مفيش نظام، مفيش موظفين شايفين شغلهم كويس، عشان انا حته محل صغير عباره عن مترين في متر ونص او مترين في مترين، في حبه حاجات بسيطه ما يجيبوش اي حاجه، وفيهم حته ثلاجه، يقوم يجي لي شهر 6 38 جنيه، وشهر 7 38 جنيه، وشهر 8 يجيب لي 300 جنيه، 300 جنيه على ايه؟ اللي يسمعني يجي يشوف دكاني. اللي يسمعني يجي يشوف دكاني، والوصلات اهي. الوصلات اهي، شهر 8 جاي لي 300 جنيه، وشهر 7 جاي لي 38، وشهر 6 جاي لي 38، بأي حق؟ ظلم ولا مش ظلم؟ ظلم ولا حرام الكلام ده ولا مش حرام؟ طب انا واحده اجيب 300 جنيه منين؟ هو الدكان بيكسب 300 جنيه؟ الناس مش لاقيه تاكل، مش لاقيه تحلب، هيدفعوا كهرباء منين؟ ولم الدور انت والسيسي وروحوا على روحوا شوفوا الامارات تلمكوا، تروحوا حته تشوفوها، محدش عاد قابلكم في مصر.